كنقلبوا على رزق القود ديال وليداتنا. المهنه هذه شريفه، الناس كيجيو كيكونوا عاركين في الطاكسيات ما لقاوش ترونسبور ولا هادي، كيقولك وصلني كنوصلوه، كيعطينا اللي قسم الله، مره فراك مره مياه مره هادي، وكتبقى غادي. هذا هو القوت ديال الحلال. هاد المهنه اخويا كاينه تقريبا 75 من الناس الاولين اللي كانوا هنايا تقريبا، فينا هما مشاو الله رحمهم الله، وحنا دابا راه الخلوفه ديالهم. بحال اللي خصو شي سخره كنتسخروا ليه، بحال متنا هاد مولين الحوانت كيخرج عندك كيقول لك سير جيب لي ديك الحاجه ولا يمشي معاك، كله الدور ديالو. اي بلاصه كنديروا لها الحساب ديالها على حساب ليسانس، وهادي كنقول ليه 400000 فرانك على حساب التراجي اللي غيدير. كاين كراج علال، فيه الماطا، المحطة، كاين بطوار الدجاج، كاين المرسى. كنعقل هنا الزيادة ديالي هنايا، الزيادة وخلوق هنا. كنشوف الناس خدامين هنا بهاد المهنة ديال الدراجة النارية، واحد مدة قديمة، وبقيت كنجلس معاهم هنا وتتحاور حتى أنا شريت الدراجة وكنترزق بها على الله. واحد المدة ديال شي 12 عام بحال هكاك. ضروري والكاز.